أنهت البورصة تعاملات جلسة اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع بتباين للمؤشرات وسط تداولات تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه. بحث وزير الصناعة والتجارة الخارجية اليوم الخميس مع مستثمرين سعوديين التوسع في الاستثمار بالسوق المصري. قال وزير التموين والتجارة الخارجية بأن حل أزمة اللحوم قريباً وأن مخزون مصر من السلع الاستراتيجية آمن. انخفضت أسعار الذهب المحلية اليوم متأثرة بتراجعات نالت من أسعار الأوقية عالميا، حيث خسر عيار 21 وهو الأكثر شعبية نحو 30 جنيها في الجرام الواحد مسجلا 2350 جنيها.